في آخر هجرة للأرمن إلى العراق وبعد مذبحة عام 1915، قال مؤلف كتاب على ضفّة دجلة المرحوم ليفون شهويان: كلما كنت أزور منطقة كمب الجيلاني وأرى الحياة اللائقة الكريمة للاجئين، حتى أن العديد منهم قد امتلكوا سيارات خاصة، أسأل الله من أعماق قلبي أن يبارك هذا الشعب الرائع الذي فتح ذراعيه لنا وحافظ علينا مثلما يحافظ على أبنائه. إن أبنائي وأحفاد أحفادي عليهم أن يتذكروا هذه الأفضال ولا ينسونها أينما كانوا في هذا العالم. يعود وجود الأرمن في العراق إلى 2001 قبل الميلاد، وهم اليوم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. يعتز الأرمنيون بانتمائهم إلى بلاد الرافدين، وترجموا هذا الاعتزاز بما قدموه من إنجازات ثقافية وعلمية واقتصادية. وبحكم القرب الجغرافي بين العراق وأرمينيا، كان من الطبيعي أن يتواجد الأرمن في العراق منذ أقدم الأزمنة. وذكر المؤرخون أن الأرمن كانوا ينقلون البضائع بالمراكب عبر نهر الفرات، واستقر الكثير من هؤلاء التجار في بابل القديمة وكونوا جالية أرمنية كبيرة في حينها. أشارت المصادر التاريخية إلى وجود أبرشية أرمنية في شمال العراق في أواخر القرن العاشر الميلادي، وكذلك في البصرة عام 1222 ميلادية، وحدثت هجرات أخرى للأرمن من إيران إلى العراق في القرن السابع عشر الميلادي خلال حكم الشاه عباس الصفوي، واشتغل الأرمن في وقتها ببيع السجاد الإيراني الفاخر. وكانت أكبر الهجرات الأرمنية إلى العراق بعد تعرض الأرمن في الدولة العثمانية إلى مجازر الإبادة الجماعية عام 1915. وتوجد العديد من الكاتدرائيات والكنائس الأرمنية في العراق، ويعود تاريخ وجودها إلى العام 1638، إذ استطاع السلطان العثماني مراد الرابع احتلال بغداد وانتزاعها من الصفويين. وحسب الروايات المتناقلة، ساعد في حملته أحد الأرمن المعروف طوبتشي باشي، وكان هذا الشخص هو قائد المدفعية اللي قام بصنع مدفع استطاع به دك أسوار المدينة واحتلالها. وأراد السلطان تكريمه، فطلب الطوبتشي منه قطعة أرض لبناء كنيسة للأرمن. لبى السلطان طلب الطوبتشي، وبنيت كنيسة العذراء في منطقة الميدان ببغداد، وافتتحت عام 1640 وهي قائمة حتى الآن.
وبعدها في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا أصبح للأرمن كنيسة أخرى في بغداد في منطقة الشورجة مقابل بناية البنك المركزي العراقي، لكنها لم تقاوم الزمن وتوقفت العبادة فيها بعد قرن تقريبا. وتم لاحقا إنشاء سوق كبير على جزء من أرض الكنيسة القديمة، وهو سوق الأرمن الحالي في قلب منطقة الشورجة بجانب السوق العربي. وتوجد الآن أربع كنائس أرمنية أرثوذكسية في بغداد، وكنيسة واحدة في كل من كركوك وزاخو والبصرة، وكنيسة في دهوك إضافة إلى كنيستين أخرتين في الموصل أيضا. المدارس الأرمنية فيعود تاريخ أول مدرسة في بغداد عام 1852 باسم تاركمان نشتاس وتعني المترجمون، وأول مدرسة للبنات في بغداد تأسست عام 1901. بعدها في عام 1921 افتتحت مدرسة أخرى في منطقة كمب الجيلاني ببغداد سميت مدرسة سافجيان، وقد دمجت المدرستين عام 1948 لتتكون منهما مدرسة أرمن المتحدة. وفي عام 1974 جرى تأميم جميع المدارس الأهلية في العراق، وأعيد افتتاح مدرسة الأرمن الابتدائية الأهلية المختلقة في 15 تشرين الأول 2004. وبالطبع المجتمع الأرمني يعد من أنشط المجتمعات العراقية، إذ برع الأرمن في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والطبية والسياسية والاقتصادية، وعوالم الزراعة والصناعة والتجارة والبترول وكل الأنشطة الإنسانية. وظهرت الآلاف من الشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي، منها في مجالات التنمية والإحسان وتطوير القدرات والاهتمام بشؤون المرأة والطفل. ومن أشهر الشخصيات النسوية الأرمنية على سبيل المثال لا الحصر هما السيدة سارة خاتون والسيدة رجينة إسكندريان. خلي أسولف لكم شوية عن هاتين السيدتين، ونبدي بسارة خاتون اللي هي صاحبة الحي البغدادي المشهور كامب سارة، واللي وزعت أراضي السكنية على الناس من الأرمن ومن غير الأرمن بأسعار تعاونية زهيدة. كان والدها الثري هوفانيس ماركوس اسكندريان المولود عام 1834 واحدا من الوجوه الاجتماعية البارزة في بغداد، ومن أصحاب الأملاك الكبيرة زوجته صوفي أنجبت له كيروب وسارة وزابيل. لكنه بالرغم من ثرائه فقد عاش حياة مأساوية، إذ فقد ابنه البكر كيروب بعد 5 أشهر من ولادته، ثم فقد زوجته عام 1895 وهي ما زالت في عمر الشباب، وبعدها توفت ابنته الصغيرة زابيل عام 1897 وكانت في سن 6 من عمره، وأوقف بيته في محلة رأس القرية ببغداد كمدرسة للبنات عام 1901، وسميت مدرسة زابليان تخليدا لذكرى الطفلة الفقيدة. توفى اسكندريان عام 1899 تاركا سارة وحيدة في هذا العالم، وهي لم تبلغ بعد سن الرشد لتبقى تحت رعاية عمتها صوفي ووصاية عمها سيروب. سارة ورثت عن أبيها ثروة طائلة وأملاك شاسعة داخل بغداد وخارجها، وعندما كبرت سارة حاولت السيطرة على أملاكها وإنهاء سطوة عمها، وساعدتها على ذلك عمتها صوفي.
فد مرة من المرات حضرت سارة مع عمتها حفلة أقامها والي بغداد ناظم باشا، وحضرها الأجانب وكبار القوم في بغداد، وهناك التقوا بالوالي. فوجدت سارة الفرصة لتقديم شكوى ضد عمها وطلبت مساعدة الوالي على إنهاء وصاية العم. وكان الوالي قد انبهر بجمالها ووقع في حبها ووقف إلى جانبها في دعوتها. بعدها طلب الوالي الزواج منها ولكنها رفضت، وعندما ألح عليها هربت إلى القنصلية الألمانية وتم نقلها من هناك إلى دار السيد داود النقيب، ثم هربت بمساعدة الراهبات إلى البصرة. لكن الوالي ما عجز وبقى يلاحقها حتى بالبصرة، لكنها هالمرة هربت بمساعدة السير بيرسيكوكس اللي كان قنصل في مدينة بوشهر الإيرانية قبل ما يصير المندوب السام البريطاني في العراق. ووصلت سارة في نهاية رحلة شاقة وطويلة إلى فرنسا، وتزوجت هناك وعادت إلى العراق بعد خروج العثمانيين عام 1917. أما السيدة رجينا غرابيت اسكندريان فقد عرفت بالمحسنة الكبيرة، وولدت في 11 آب 1883. كانت مشهورة باسم رجينا اسكندريان بعد أن تزوجت المرحوم دانيال اسكندريان. كانت سيدة ثرية كبيرة العطاء، صاحبة أملاك كبيرة وأراضي شاسعة، ومنها أراضي في بغداد في منطقة الرياض الحالية قرب كمبسارة، وتبرعت بقسم منها لإنشاء دار العجزة وكنيسة داخل المجمع، وتم لاحقا بناء محلات تجارية وشقق سكنية لتأمين مدخولات لإدارة الدار. وقد تبرعت بقطع أراضي أخرى للجمعية الخيرية الأرمنية العمومية ولجمعية الشبيبة ولإنشاء البناية الجديدة لمدرسة الأرمن المتحدة، وكانت تساعد الكثير من الشباب العراقي لشق طريقهم في الحياة وإنشاء مشاريعهم الصغيرة بغض النظر عن ديانتهم وقومياتهم. هناك شخص أرمني آخر أثر بحياة العراقيين هو كالوس سيركيس كولميركيان، المولود عام 1869، وهو رجل أعمال وصاحب مؤسسات خيرية، وكان يسمى أيضا مستر 5% لأنه كان يتقاضى نسبة 5% من عائدات النفط على إثر دوره المهم في تطوير حقول البترول في العراق والشرق الأوسط وعدد من الدول الأخرى. هو لم يزر العراق مطلقا بل كان مقيم في البرتغال، لكنه كان محبا لبغداد، وبفضل جهوده تم بناء ملعب الشعب الدولي كهدية منه، وجلب نادي بنفيكا البرتغالي في مباراة الافتتاح عام 1966 واللي انتهت بفوز النادي الضيف على منتخبنا الوطني 2-1. كما ساهم كولميركيان في بناء مدينة الطب، أكبر الصروح العلاجية في بغداد. أما في مجال الفن والتصوير فقد برع الأرمن في العديد من الفنون، ومن الرواد القلائل في تقنية التصوير في العراق والوطن العربي هو المصور الصحفي الرائد إمري سليم، شيخ المصورين الصحفيين العراقيين، الذي صور ملوك وزعماء العراق وأرشف جزءا كبيرا من تاريخ بغداد. ثم ميسيو جان صاحب استوديو بابل المعروف، وبعده مصور الآثار كوفاديس مكريان، ثم المصور الشهير أرشاك صاحب استوديو أرشاك في شارع الرشيد، واللي كان إلى حادثة مع الملك فيصل الأول يرويها نجلة أرشاك أرشاك، يعني كان إذ يقول: أرسل الديوان الملكي أمرا يطلب من والدي مرافقة الملك فيصل الأول كمصور وموثق لزيارة الملك إلى طهران. وفعلا وصل الوفد العراقي الملكي يوم 22 نيسان 1932 إلى العاصمة الإيرانية، واستفسر والدي من الجانب الإيراني عن وجود استوديو قريب للتصوير، فكان الرد: نعم هناك واحد وسط طهران.
بدأ والدي تصوير مراسم الاستقبال وحفل العشاء، ثم توجه مسرعا بدراجة نارية إلى الاستوديو القريب وقام بطبع الصور ووضعها في ألبومات خاصة، وعاد إلى الحفل قبل نهايته وقام بتوزيع الصور على المحتفلين في ظاهرة فريدة آنذاك، مما أثار إعجاب شاه إيران والملك فيصل الأول وجميع المدعوين. بعد هذه الحادثة كان المصور أرشاك من المصورين المقربين للعائلة المالكة وصار صديق للملوك الثلاثة، وإن شاء الله سنذكر تفاصيل أخرى في حلقة خاصة عن سيرة هذا المصور العراقي الرائد. وكذلك برز في المجتمع الأرمني العراقي الكثير من الفنانين والممثلين، وبينهم ممثلة المسرح القديرة أزادوهي سومائيل، والمخرج والممثل القدير كارلو هاريتيون، والمخرج العالمي حكمة لبيب، وعازفة البيانو الشهيرة بياتريس أوهانسيان. ثم الفنانة المحبوبة فيروز العراق سيتا هوغوبيان، إضافة إلى المئات من الفنانين والكتاب والأطباء والمحامين ونجوم المجتمع العراقي الأرمني الذين كانوا وما زالوا أوفياء لوطنهم العراق. Thank you.